أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية منها، ونبدأ بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد، والبداية من مقال للكاتب محمد عبد الرحمن في صحيفة طريق الشعب، وجاءت بعنوان تجليات الفساد تتعدد وتتنوع. يقول الكاتب إن ظاهرة الفساد في العراق تأخذ أشكالا وصيغا متعددة، ولم تعد تقتصر فقط على الرشا التي تقدم لإنجاز أمر ما أو معاملة ما، حيث الآن يعرف المواطن العراقي جيدا أن لا معاملة إلا ما ندر يمكن إنجازها في دوائر ومؤسسات الدولة من دون دفع المقسوم. والكثير من المرتشين والمبتزين يتحدثون عن ذلك صراحة وبلا مستحة كما يقول عبد الرحمن، بل إن بعضهم يقسم لك بأن حصته محدودة جدا، وإن الجميع من الأعلى إلى الأسفل يقاسمونه المقسوم. ويضيف الكاتب عبد الرحمن، ويبقى السؤال الكبير، هل يمكن التصدي للفساد في البلاد مع وجود من يحميه ويدعمه وهو في موقع متنفذ؟ ما تقوم به هيئة النزاهة من إجراءات اتضح حتى الآن أنها بسقف محدود، وربما يمكن الحديث عن وجود خطوط حمر لا يمكن تجاوزها بحكم طبيعة المنهج المحصصات التخادمي المتبع في إدارة الدولة ومؤسساتها. ومثال طريقة التصرف والتعامل مع صاحب سرقة القرن يشي بذلك، وهو الذي أكدت نائبة أخيرا في حديث إعلامي بأنه ما زال يصول ويجول. ومن عملية رصد لما يعلن، ما يعلن فقط يتبين لنا مدى تمدد الظاهرة إلى مواقع مسؤولة مدنية وعسكرية وتوسع عناوينها وأشكالها تجليها. ومثال ذلك حديثا ما أعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عن فضيحة شبكة الضباط الابتزازية وما شملته من شقق وسيارات وفاشينيستات وأعلاميات، بل وما هو لافت في خيوط هذه الشبكة أنها امتدت إلى خارج البلاد كما تقول وسائل إعلامية. واللافت في هذه الأيام أيضا هذا التلاعب بأراضي الدولة والتجاوز عليها تحت عناوين مختلفة، وبعضه تحت ذريعة الاستثمار، فيما الواقع هو غير ذلك، حيث يتم تقطيع الأراضي وتأجيرها أو بيعها إلى المواطنين. إلى موقع ألترا عراق، حيث نقرأ مقالا بعنوان المحكمة الاتحادية في العراق قرارات سياسية دون حسابات، للكاتب مهدي أبو صالح. يقول أبو صالح فيها: كثرت في الآونة الأخيرة قرارات المحكمة الاتحادية التي تأتي في سياق سياسي بحت، يبدو تحالفا غير معلن مع الجبهة الحاكمة والمسيطرة في نفس الوقت على صياغة ما يحدث في الفضاء السياسي العام في العراق، مع غياب النقاش الطبيعي الذي يحدث في البلدان الديمقراطية فقط حول سياسات وحول أمور سياسية و قرارات سياسية ومدى استقلاليتها، وذلك بسبب الخوف من ردود فعل المحكمة، خاصة مع ظهور رسائل متبادلة بين رئيسي الجمهورية والمحكمة الاتحادية حول مجموعات واتساب تقيم الحكومة، ليسكت الجميع عن السؤال بذلك حول هذا الأمر ومدى مخالفته للمادة 38 من الدستور والتي تعنى بحفظ الحريات، فضلاً عن ما هي علاقة رشيد والعميري بمجموعة الواتساب. أمر برئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري أن يقول إن مهمة المحكمة الاتحادية العليا الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن. وهذا الكلام الشعاراتي يأتي غالباً في حمى تصاعد الأنظمة الشمولية التي تتحدث بمصلحة الوطن للمضي في التفرد والقمع وإسكات المعارضين، خاصة في مصر عبد الفتاح السيسي، لا سيما وأن القرارات الأخيرة والتصريحات غير المنضبطة التي تصدر من الهيكل القضائي في العراق لا تلقى حتى ردود فعل برلمانية،
وهنا خطورة الأمر. لا يشعر قادة النظام السياسي في العراق الآن بالقلق من توجهات المحكمة الاتحادية الأخيرة، إذ أن هناك تضخماً بالإضافة إلى تجاهل سيناريوهات خطيرة قد تحدث من هذه التوجهات. لكن جرت عادة الأنظمة الذاهبة إلى الانهيار أن تغرق بأخطائها حتى يهدم المعبد على رؤوس الجميع. أما في موقع عربي 21 نقرأ مقالاً للكاتب جاسم الشمري، يقول الشمري فيه: قبل 21 عاماً مضت، وفي مثل هذه الأيام قلبت الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها من جيوش العالم الحياة في العراق، ليجد الناس أنفسهم أمام احتلال أسود بغيض مغلف بالديمقراطية. ولكن ما الذي جنيناه نحن من الديمقراطية التي بشرت بها واشنطن العراقيين؟ سؤال وجيه. هم يقولون إن الديمقراطية هي حكم الشعب، لكن ديمقراطيتنا حكم من يشترون أصوات غالبية الناس وأصوات الفقراء المعدومين والجائعين والعاطلين. ديمقراطيتنا بنت علاقات سياسية شخصية ومصلحية على حساب دماء وحريات وكرامة وأملاك الناخبين. ديمقراطية مليئة بالدم والقتل والاعتقالات وظلمات السجون والتهجير والغربة والتيه في بلدان ما كنا نتوقع أن نخطو خطوة واحدة في أرجائها، وصرنا ننام ونصحو في أقطارها. وبعد 21 عاماً من الديمقراطية وصلت الخلافات بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان بأربيل إلى كسر العظم، وقد أثمرت قبل أسبوع عن تهديد حكومة الإقليم تعليق مشاركتها في العملية السياسية. ديمقراطيتنا جعلت نصف شباب العراق يضيعون في دوامات المخدرات، وقد أكد وزير الصحة صالح الحسناوي يوم 7 آذار مارس الحالي أن المجتمع يتعرض لآفة المخدرات بعموم المحافظات. ديمقراطيتنا أضاعت القيم المجتمعية وزرعت الطائفية في الأرجاء وشجعت على كسر غالبية صور التراحم والترابط في المجتمع، لدرجة أن أباً يبيع كلية ابنه وهو نائم بعد تخديره. وعن فداحة الخطب في فلسطين، نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني بعنوان: الحرب على غزة، إسرائيل تجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية مستقبلية هوجاء، رئيس تحريره الكاتب الصحفي البريطاني المعروف ديفيد هيرست، حذر فيه من أنه إذا ما سمحت واشنطن لإسرائيل بتحويل غزة إلى مخيم عملاق للاجئين، مما يجبر الفلسطينيين تدريجياً على ركوب القوارب، فسوف تتكشف معركة وجودية غير مسبوقة على الأرض في جميع أنحاء المنطقة. وأكد هيرست أنه قبل بضعة أشهر فقط كلف نتنياهو رون دارمر أحد أقرب مساعديه باستكشاف طرق التخفيف من عدد سكان غزة، وأن الفكرة هذه كانت هي تجاوز مقاومة مصر والولايات المتحدة وكذلك أوروبا لموجة جماعية أخرى من اللاجئين من خلال فتح البحر كبادرة إنسانية. ليس هناك ما يشير إلى أن نتنياهو قد تخلى عن خطته الرامية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى القوارب، كما أنه على الرغم من التوترات العديدة في مجلس الحرب فإن الجيش يقاوم هذه الأوامر. وأشار إلى أن نتنياهو قال في كلمة أمام اجتماع خاص للجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة أن الميناء يمكن أن يسهل إخراج الفلسطينيين من غزة، وأضاف أنه لا يوجد عائق أمام مغادرة الفلسطينيين لقطاع غزة باستثناء عدم رغبة الدول الأخرى في قبولهم بحسب ما نقله صحفي في كان نيوز. وأكدت هيرست أنه إذا كان على أي شخص أن يتعقل بسرعة تجاه هذه الخطط فيجب أن تكون حكومات قبرص واليونان وإيطاليا هي التي ستكون نقاط المقصد لأزمة اللاجئين الجديدة التي تخطط لها إسرائيل. وقال الكاتب أنه إذا لم تتنبه بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي اليوم لخطة الحكومة الإسرائيلية بشأن غزة، فإنها ستفعل ذلك قريباً جداً عندما تبدأ القوارب المليئة بالفلسطينيين في الوصول إلى جزر اليونان وشواطئ إيطاليا.
في مقابلة مع موقع ميديا بارت الفرنسي، قال المحامي الفلسطيني راجي الصوراني المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الفلسطينيين يشعرون بخيبة أمل من دول مثل فرنسا وأوروبا والغرب معهم بسبب تواطؤهم في الإبادة الجماعية الحاصلة في غزة من خلال تقديم الأسلحة والأموال والغطاء القانوني والسياسي لإسرائيل. وتساءل كيف يمكن لفرنسا والبلدان الغربية وأوروبا معا أن ينظروا في المرآة في مواجهة هذه الإبادة الجماعية المستمرة. أهل غزة يشهدون منذ أشهر إبادة جماعية، وتلك ليست ادعاءات، بل إن محكمة العدل الدولية وهي أكثر الأهمية في العالم هي التي تحدثت عن إبادة جماعية معقولة. أمام ذلك لا تفعل الدول الغربية شيئاً أكثر من ذلك، يقتل الفلسطينيين بالأسلحة الأمريكية والأوروبية، والدول الوحيدة في أوروبا التي لا تتصرف بهذه الطريقة هي إسبانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وسلوفينيا. ودعا المحامي الفلسطيني الدول الأوروبية إلى احترام القانون والتصرف تجاه فلسطين كما تصرفوا تجاه أوكرانيا، وبإيقاف عمليات القتل والمجاعة وتهجير السكان، مشيرا إلى أن العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية قامت بتوثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان. فلماذا تستمر العلاقات التجارية وكأن شيئا لم يكن، في حين تنص المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة احترام حقوق الإنسان؟ وتابع لماذا إسرائيل في يوروفيجن، ولماذا تحضر إسرائيل الألعاب الأولمبية إنهم كاذبون؟ فكيف يمكنك أن تثق بهم إلا إذا كنت غبيا أو ساذجا أو كليهما؟ إنهم يزودون الطائرات والقنابل، الجنود الغربيون يقتلوننا، الفرنسيون والإيطاليون والأمريكيون، ليس سرا أن أهل غزة يرون ذلك. هذا البرنامج مستمر لكن بعد فاصل الكاريكاتير. بلا جدران ننتقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة، هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. عن خبرنا اليوم، أطلق الملياردير الأمريكي المعروف ورجل الأعمال إيلون ماسك تنبؤات تكنولوجية طموحة أقرب للخيال العلمي منها إلى الحقيقة، وذلك في سياق ترويجه للشريحة الإلكترونية الذكية التي يجري العمل على تطويرها في شركته من أجل زرعها في دماغ الإنسان مستقبلا. وقدم ماسك واحدا من أكثر ادعاءاته المذهلة حتى الآن، حيث قال إن رقائق الدماغ ستسمح يوما ما للأشخاص المصابين بالشلل بالمشي مرة أخرى. وتأتي ادعاءاته هذه في الوقت الذي شاركت فيه شركة نيورلينك
مقطع فيديو لأحد المرضى الأوائل من البشر وهم يلعبون الشطرنج بشكل تخاطري، والشريحة الموجودة هذه حالياً تجعل الدماغ قادراً على الاتصال بأجهزة الكمبيوتر، لكن ماسك يدعي أنها قد تسمح يوماً ما للدماغ بالتواصل مع الأجزاء المشلولة من الجسم. وفي منشور على موقع إكس تويتر سابقاً كتب ماسك: على المدى الطويل من الممكن تحويل الإشارات من القشرة الحركية للدماغ إلى ما بعد الجزء التالف من العمود الفقري لتمكين الناس من المشي مرة أخرى واستخدام أذرعهم بشكل طبيعي. تابعوا وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. رئيسي الدعامة حابسين انه ما يندفن زول، لو اندفن اي حد على السريع مانع اي حد يندفن. الله يرحمهم ويغفر لهم يا اخي. نعرف العالم محمد مدفون هنا، عبد الله مدفون هنا، ابراهيم مدفون هنا. تفضل انا ده. ما بقدر بحكي. So we're facing right now a lethal combination of displacement, mass displacement, hunger, and disease outbreaks, and that's putting Sudan on the brink of famine. إلى اللقاء.